كلف رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي وزيرة التخطيط هالة السعيد بمراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بهدف وضع إجراءات تنفيذية واضحة للتعامل الرادع مع متعاطي المخدرات في الجهاز الحكومي، ومشددا على عدم قبول تكرار الخطأ الفردي الذي حدث في حادث قطار محطة رمسيس. وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تواجه تحديا في الكوادر الموجودة بالبنية الأساسية، حيث تحتاج هذه الكوادر إلى التدريب والتأهيل ورفع كفاءة العاملين في هذه القطاعات والتي شهدت إنفاق استثمارات ضخمة. ووجه مدبولي الشكر لوزير النقل السابق هشام عرفات، ومشيرا إلى أنه أدى ما عليه خلال فترة توليه المسؤولية. ومن جانبها أشارت وزيرة التضامن إلى أن الوزارة تعمل إلى جانب جميع الوزارات لإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لكشف تعاطي المواد المخدرة على العاملين بالوزارات المختلفة. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا هاتفيا الآن المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار نادر سعد. سيادة المستشار، بعد التحية، مزيد من التفاصيل مع حضرتك حول هذا الاجتماع وهذه الإجراءات الخاصة بمتعاطي المخدرات في مؤسسات الدولة الحكومية، تفضل. تحياتي لحضرتك. هو توجيهات رئيس الوزراء امبارح في الاجتماع الأسبوعي للمجلس كانت واضحة وصريحة وحازمة. يجب تفعيل التوسع في تفعيل نصوص قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية فيما يخص إجراء تحليل المخدرات بشكل دوري ومفاجئ وعشوائي على موظفي الحكومة المخاطبين بأحكام هذا القانون. وفقا لهذا القانون ولائحته التنفيذية يجب إجراء مثل هذا الكشف الدوري، وإذا ما تبين من خلال الكشف أن أحد الموظفين عينته إيجابية أي يتعاطى أي نوع من المواد المخدرة يتم إمهاله لإجراء كشف آخر خلال مدة لا تقل عن 6 أسابيع. فإذا ما تبين للمرة الثانية أنه ما زال إيجابيا ويتعاطى المواد المخدرة يصدر قرار بفصله فصلا نهائيا على الخط. هذه هي نصوص القانون. فمن ثم الدكتور مصطفى مدبولي طالب أمس بالتوسع في تطبيق هذه التحاليل، وأيضا وهذا هو الأهم، طالب الوزارات المختلفة بأن يعني تقوم بتعديل اللوائح التنفيذية أو اللوائح الحاكمة للهيئات الاقتصادية وجميع هيئات الدولة الغير مخاطبة بقانون الخدمة المدنية. يعني قانون الخدمة المدنية يتم تطبيقه على موظفي الحكومة، لكن هناك هيئات اقتصادية مختلفة لا ينطبق عليها هذا القانون أو غير مخاطبة بأحكام هذا القانون، مثل هيئة السكة الحديد، هيئة النقل العام. وهذه هيئات مهمة جدا وحيوية وتتعامل بشكل مباشر مع المواطنين. فمن ثم سيتم على الفور تعديل اللوائح الخاصة بهذه الهيئات لتتضمن نصوصا مماثلة لما هو موجود بالفعل في قانون الخدمة المدنية، بحيث يتم إجراء تحليل المخدرات بنفس الكيفية التي يتم إجراءها بها فيما يخص قانون الخدمة المدنية. أيضا بخصوص التدريب والتأهيل ورفع كفاءة العاملين في هذه القطاعات الحكومية الأساسية، ماذا عنها؟ طبعا عملية التدريب عملية مهمة ليس فقط للعاملين في الهيئات الاقتصادية وإنما في الجهاز الإداري بأكمله، وهذا ما تقوم عليه وزارة التخطيط والإصلاح الإداري من خلال رفع كفاءة الموظفين وبناء القدرات. قطاع السكك الحديد تحديدا شهد تطوير، ويعني تم شراء أجهزة حديثة على مدار السنوات الأربع الماضية، ولكن زي ما بقول دايما لو جهاز حديث من غير تدريب ليس له قيمة. فهذا ما تقوم عليه الدولة من خلال زيادة عملية التدريب والتأهيل ورفع كفاءة موظفي سواء موظفي الحكومة أو سائقي القطارات أو العاملين في هذه القطاعات الخدمية، لأنه بدون التدريب لن يتسنى لنا الاستفادة من الأجهزة الحديثة التي يعني اشتريناها بمبالغ طائلة. المتحدث باسم مجلس الوزراء سيادة المستشار نادر سعد، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه التفاصيل.